في أولى مقاطعنا لهذا اليوم، حاصرت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة والجهات ذات علاقة لبوة اختبأت داخل منزل مهجور بحي العمرة بالعاصمة المقدسة، وذلك على إثر بلاغ تلقته من السكان صباح اليوم بعد سماعهم صوت زئير أسد على مدى اليومين الماضيين. خلونا نشوف وياكم هذا المقطع. الله يعطينا خير هذه اللبوة. صراحة شفنا المقطع، جرد أن نشوف هذا المقطع، لكن إن شاء الله الجهات الأمنية تنجح في محاصرة هذه اللبوة وأيضا أنها تجنب السكان مخاطرها إن شاء الله.